اخيرا مجدي عبد الغني لقى وليفه، وليفه المره دي مش ميدو، مش ميدو العاق اللي مرضيش يديله افلام الفيديو، لا المره دي رامز جلال، رامز جلال اللي على حسه بيقابل كوبر وبيقابل الموزز حقيقي حقيقي. مجدي عبد الغني في اسعد فترات حياته لما لقى رامز جلال في برنامجه الرمضاني اللي بينزل رامز تحت الصفر، مش هيلاقي اروع من كده. امبارح ياسمين صبري، النهارده اهو لقينا الفنانه الكبيره ريم مصطفى. مش عارفين الحلقات الجايه هتبقى ايه، بس اكيد انا لو مكانه انا هبقى مستمتع. يعني جود لك كابتن مجدي اللي تمنيته نولته وبعيد عن ميدو، ويا قهرتك يا كابتن احمد حسام، بس ان شاء الله تتعوض. انت بتقابل برازيليات وبرتغاليات كتير، ربنا يوفقك انتوا الاثنين يا رب ان شاء الله.